اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع مصطفى عسل ومدربه كابتن محمود عبد القادر. كابتن، الناس كتير ما تعرفش انت لاعب او كنت لاعب، صح؟ كنت لاعب. كنت لاعب في منتخب مصر ناشئين ورجال برضو. انا بطلت بدري، يعني بعد بطولة العالم خدت فضية في بطولة العالم. خدت شفت بقى انا مذاكر ازاي؟ خدت الفضية وبطلت صغير، بس كنت نجم كبير. الحمد لله الحمد لله. كل واحد يعني بياخد نصيبه. يعني درويش ومصطفى عصام، كريم درويش ومصطفى عصام وهشام عاشور واكرم يوسف انا عندي برضو يعني فريق الاعداد مذاكر برضو. اللي بقى كلنا مذاكرين كلهم تقريبا من نادي الاهلي، يعني كلهم كده. الجيل كله كان الاهلي. فانت لما تبقى لعيب نجم وبتبقى ايه مدرب، وبرضو انت مدرب نجم وليك اسمك في عالم تدريب السكواش، الحمد لله. فيعني بتهيالي اكيد اضفت لمصطفى، ومصطفى ما انكرش ده. مصطفى راجل يعني ما انكرش ده خالص، يعني راجل قال ان انت ساعدته كتير. دي ساعدتك كونك لعيب؟ اكيد اكيد. لما بتبقى لعيب بتحس باللعيب بتاعك، انت اتحطيت في الموقف ده قبل كده، في الماتشات دي قبل كده، بتبقى عارف هو امتى بيتعب، امتى بيرجع تاني الماتش، امتى ترجعه تاني الماتش، ازاي تخليه يركز اكتر في الماتش بتاعه. طبعا الجيم بلان بتاعت الماتشات دي انت بتبقى مذاكرها معاه، مذاكرها قبل كده، بتتفرج على اللعيبه اللي هيلعب معاها، فبتقول له هيعمل ايه في الماتشات. طب هل في مره كده يعني نتكلم بكل امانه، هل مثلا اختلفتوا في وجهه نظر فنيه؟ طبعا هو مصطفى من اللاعبين المؤدبين جدا، وانا عارفه على المستوى الشخصي وبشوف تمارينه وكل حاجه وبروح له بحكم ان انا مقيم في السكواش على طول. بس هو هل حصل في مره ان انتوا دي صوره كابتن خطيب، صورتك مع كابتن خطيب يعني 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 بس من غير ده هو داخل النادي وانا عشان الناس بس قلت له يعني لازم اتصور معاك. كابتن محمود الخطيب عمره ما اتاخر على حد ابدا، يعني اي حد بيطلب يتصور معاه الحقيقه، يعني بدمشق تدخل محموده بينتظر ويتصور معاه، يعني كل الناس حتى برفاليتها مع كابتن محمود الخطيب، رئيس محبوب من جماهير واعضاء النادي. لا بجد قيمه وقامه واسطوره، ربنا خليه لينا يعني.